ما فيش غيرها، ما اكيد لازم تلاقيها حضرتك يعني. لقيته لقيته، تعالى هتروح مني فين؟ ماشي. ان هو يعرف اسماء الحاجات دي شخصيا حاجه بالنسبه لي انجاز، وفرحانه فيه ان هو مضطر يسمع كلامي. كليل الجبل هذا وين بدي احطه؟ نعم، حط رشي على التشيكن. نقفلها زي القطايف اهي. لا، ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقفلها زي القطايف. لا 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 لا، اسمعي بس مني، اسمعي يا ربي. رنوة رنوة، ليه دايما انت بتهتمي بشكل الحاجه مش بطعمها؟ العين بتاكل قبل البق. اهو خلاص، اهو اهو. لا مش من النص، من الجناب، عشان جبنه ما تطلعش في الايد. بدنا نحط التشيكن بالطحين. هلا بدنا كل التشيكن بدنا ننزلها بالطحين حتى نعطيها لون. نصيحه جدا مهمه، لما يكون عندنا اي حاجه نبغى نغطيها ببيض ودقيق وبقسماط نهتم بالترتيب. عندك بصل وثوم؟ عندي بصل وثوم. قشرهم وفرمهم. قشرهم وفرمهم. طب ماشي. مش انت قلت ان المساله سهله؟ السودا اللي في الجنب دي الاول. أيوة كده. ايوه. وقشرها كده هتبقى اسهل في التقشير. ما تقولي من الاول وسايباني انا اقشرها بالسكينه كده. ما انت ما بتسمعش الكلام، لو انت بتسمع الكلام وبتسمع كده. طيب مش عارف اعملها بسهوله. ها، تقشر البصل، وبعد ما تقشره لسه هتفرمه. لسه هفرمه؟ هتفرمه. انت عارفه هفرمه ازاي؟ انت عارف المبشره؟ عارف المبشره الكبيره هتجيبها وتقعد تبشر كده. ثواني بقى رنا، عشان انا شحلك ازاي دي. طب انت على فكره انا ما بحبش اشتغل تحت ضغط. لا انت لازم تشتغل تحت ضغط. انا قايل لك كده من اول يوم اتجوزنا فيه، ما تضغطنيش. انت بتشتغلش حبيبي في البيت. يلا. طيب ماشي، كيف ماشي. ستوب، ده اعمل الفراخ الاول. ويلا يا غسان، ويلا. يلا هدول ايه هيك؟ كفي كفي. ما بتحب تراس انت؟ بتحب تراس؟ ما بتحب تراس ابدا. ما بتحب تراس. هالطبق طبق حط فيه دقيق والدقيق، وطبق تاني حط فيه بقسماط، وطبق تالت تحط فيه البيض. ادي بقى كل اللي انت قلتيه ده من اول وجديد. جبت طبق احط فيه ايه؟ حط فيه دقيق. دقيق الابيض الحلو اللي عندك اللي ما فيش غيره ده. برافو عليك. هذا هو الترتيب اللي تكلم عنه الشيف. مهم انه نرجع نحط التشيكن مثل ما حطيتهم بالطحين، ترجع بتحطهم بالبيض. برافو غسان، صرت بتعرف تفتح البيضه. جود. استني بقى عشان ما تتفتحش. لا ما ينفعش تتفتح. لا لا مش هتتفتح، وعد مني مش هتتفتح. واضغط بقى عليها. وحياة ربنا ما هتتفتح.